الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الجن عند إعلان الجن لتوحيد الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم يقول الله تعالى، يبين موقف الإنس والجن تجاه دعوة التوحيد. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا، هذه الكلمة تدل على تراكم شيء على شيء، كما تقول السماء ملبدة بالغيوم إذا تراكمت الغيوم. فكذلك هنا يقول الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو إلى توحيد الله، يدعو الله وحده جل وعلا، كادوا يكونون الإنس والجن من المشركين، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني يريدون، كما قال قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر، يعني على أمر الإسلام ليطفئوه، فأبى الله إلا أن يتمه وأن ينصره. فإذا هذا المعنى الأول للآية، أن هذه الآية تبين موقف مشركي الإنس والجن من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من شدة عداوتهم تجمعوا حتى كانوا كالغيوم الملبدة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليطفئوا نور الله، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا المعنى هو الذي ذكره أكثر السلف رحمهم الله تعالى، هو الذي ورد عن ابن عباس وقتادة وأكثر السلف رحمهم الله تعالى، وهو المناسب لسياق الآية. لما قال الله تعالى هنا: كادوا يكونون عليه لبدا، وإذا بك تسمع بعد ذلك الصدع بالحق: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني مهما تلبد الإنس والجن على هذه الدعوة فيصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، إلى آخر الآيات. فهذا معنى. هناك معنى آخر ذكره بعض المفسرين أيضا، وهو مروي عن ابن عباس من رواة العوفي، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، يعني الجن كادوا يكونون عليه لبدا، يعني الجن من حرصهم على سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا عليه حتى كانوا كالغيوم الملبدة عليه. يعني هذا عكس المعنى الأول، هذا من حرصهم وشدة محبتهم للقرآن الكريم. وسبحان الله، يعني القرآن كلام بليغ ويحتمل المعنيين، كلاهما صحيح والله أعلم، وإن كان المعنى الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كما تجمعوا في غزوة بدر مثلا 1000 من المشركين تجمعوا لقتال المسلمين، وكذلك مثلا في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، تجمع الأحزاب وتلبدوا من كل مكان حتى يطفئوا نور الله، 10,000 مشرك تجمعوا على المدينة لاستئصال الإسلام، وأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى بعدها: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يستمر على دعوة التوحيد ويصدع بها، ثم قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المنزلة العالية فهو بشر، فتأمل كيف يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة مقامه، فهو عبد يدعو إلى توحيد الله وهو لا يملك من الأمر شيئا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا،
بل يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد، انظر إلى المبالغة في الافتقار إلى الله جل وعلا. قل إني لن يجيرني، لن يدفع عني كما يدفع الجار عن جاره، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ملتحدا يعني ملجأ ونصيرا، لأن كلمة لحد في اللغة تدل على الميل، ولذلك اللحد في القبر حفرة مائلة إلى يعني جهة القبلة، يحفر القبر هكذا ثم حفرة مائلة إلى جهة القبلة، هذا اللحد، بخلاف الشق يكون في الوسط. فلأن الذي الملجأ يسمى ملتحد، لأن الذي يلجأ إلى شيء يميل إليه ويسارع إليه. فقال ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني هذا الذي أملكه أنا، أبلغكم دين الله، هذا الذي أملكه، ما أملك أن أجعل الهداية في قلوبكم، ما أملك أن أنزل العذاب عليكم. قال إلا، يعني هذا استثناء كما قال بعض المفسرين، من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، هذا الذي أملكه أن أبلغ رسالة ربي، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا ترهيب وتخويف. والمقصود هنا بالمعصية الكفر بالله والشرك به، لأن الآيات في سياق الشرك، كما قال الله تعالى قبلها قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إلى آخر الآيات، ولأنه قال في نهايتها فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من المعلوم أن الذي يخلد في النار أبدا هو المشرك، أما المسلم الذي عنده التوحيد لكن عنده معاصي، ومثلا إذا أراد الله أن يدخله في النار يدخل النار يطهر من سيئاته ثم يخرج منها. ولهذا الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ينبغي أن نفهم هذه الآية في ضوء الآيات القرآنية الأخرى التي تدل على أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، أما المعصية مهما كانت المعصية حتى القتل والزنا والربا، لا نهون من المعاصي، لكن هذه المعاصي صاحبها تحت المشيئة، وإذا دخل النار في النهاية لابد أن يخرج منها لأن عنده أصل التوحيد ما دام مسلما موحدا. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يستدلون بهذه الآية على تكفير المسلمين، والعياذ بالله هؤلاء الخوارج الذين يكفرون الحكام ويكفرون المجتمعات الإسلامية ويفجرون ويقتلون، يستدلون بمثل هذه الآيات، يقولون الله يقول في القرآن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه أبدا، إذن الذي يزني كافر والذي يرابي كافر، فهكذا يرون المجتمعات الإسلامية مجتمعات كافرة فيفجرون ويقتلون. وهذا في الحقيقة من تنزيل الآيات تنزيلا خاطئا، أخذوا هذه الآية التي في الكفار فجعلوها على المسلمين والعياذ بالله، هذا من سوء فهمهم للقرآن الكريم، هذا من جهلهم، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يصل إلى قلوبهم فما يفقهون القرآن. فهذه الآية المعصية هنا تتعلق بالشرك والكفر، ومن يعص الله ورسوله يعني يكفر ويشرك بالله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، كما خوفهم بنار جهنم يخوفهم بالعذاب في الدنيا إذا نزل عليهم العذاب أو حل عليهم الموت. حتى إذا رأوا ما يوعدون، ما يوعدون من العذاب، ما يوعدون من الموت، فسيعلمون عندها من أضعف ناصرا وأقل عددا، لا قوة ولا عدد. فهكذا الكافرون في غرور ويظنون أنهم قد سادوا الدنيا وأن عندهم الأعداد الهائلة من الجنود والقوة الكبيرة التي لا تغلب، لكن لما يأتي أمر الله، لما يرسل الله عليهم جندا من عنده إذا شاء الله، أو في هذه الأمة النصر يكون بأيدي المسلمين إذا رجع المسلمون إلى دينهم، فالله تعالى ينصرهم على الكفار، فسيعلمون عندها من أضعف ناصرا وأقل عددا، من أضعف ناصرا وأقل عددا.
فهم أضعف ناصرا، ليس لهم ناصر، وليس لهم يعني مهما كثرت أعدادهم فقوة الله تعالى هي الغالبة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. بقيت معنا آيات يسيرة من هذه السورة، لعلنا نكمل إن شاء الله هذه السورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.